وهني الجميع اللي يشوف هذا الفيديو باسكو راكم دخلتوا في التاريخ، راكم شهدتوا واحده من أسوأ الاعوام على مر التاريخ كاع. والسبب الرئيسي ها هو 2020 سنه سعيده. انا اناشد السلطات، هذا البنادم احبسوه ولا زوجو له فاطمه ولا ما على باليش، المهم ما يزيدش يغني في عام 2021، خلاص ما خصناش يزيد يوخذنا في عام واحد اخر. سبحان الله، الواحد كيدخل عليه عام 2020 كان يقول هكا مشاريعي لعام 2020 ندير دراهم نتزوج ندير دراهم ونروح فواياج للفيليبين باذن الله. وفي نصف عام 2020 ولا يقول هكا لا خويا لا، انا عندي مشروع واحد لعام 2020 ابقى على قيد الحياه، هذا ما كان. سلام عليكم، الدراهم خماج الدنيا. 2020 واش بك ولا غاسيري واش بك؟ دخلت علينا جونفي مشاكل دراسيه، فيفري مشاكل ماليه واجتماعيه، مارس كورونا فيروس اباده جماعيه، تما في افريل حتصرنا هكا. بون سلام عليكم خاوتي، معكم المسيح الدجال. كيفاش واش كاين جديد؟